أهلا وسهلا فيكم جميعا في درس جديد وسريع راح نشرح من خلاله كيف ممكن بكل سهولة تحسب سعر ساعتك كمستقل في أي مجال. الآن راح نستخدم صفحة خاصة ببايونير، ولا ما بيعرف بايونير فهي بنك إلكتروني للمستقلين، بتتيح لك بطاقة بنكية تسحب أرباحك. تنزل لتحت، الرابط هنحطه أسفل الفيديو، تضغط على Let's Get Started. هنا هيطلب منك بيانات My Yearly Salary. طبعا اذا بدك الصفحة تصير باللغة الانجليزية اضغط بالزر اليمين واعمل Translate، فممكن بكل سهولة Translate العربية، وبعدها بتصير الكلام كله باللغة العربية. راتبي السنوي، اختار العملة مثلا دولار. طبعا انا ما بفضل ترجمة الصفحة لانه راح تقلب شوية، لكن هاي دولار امريكي. الراتب السنوي الحالي، طبعا تضغط هنا بحيث ما هو راتبك او ربحك السنوي الحالي بعد خصم جميع نفقاته. طبعا هذا ممكن تحط الراتب المحلي، يعني مثلا لو راتبك 500 دولار، ممكن تحط او راتب الناس اللي بيشتغلوا في وظيفتك محليا 500 دولار، ممكن تحط 500 دولار. الان هنا كم النسبة المئوية اللي انت حابب تحسن الراتب فيها؟ انت بدك تطمح لانك تحصل على 2000 دولار مثلا، تكتب 300% زي ما انت شايفين، يعني مبلغ طبعا ممكن تزيد النسبة او تقللها، لكن 300% ما سمح لي، اقصى حد 100% انك تحسن راتبك يعني. فممكن تحط راتب هنا 1000 دولار بغض النظر. نضغط على التالي، هنا بيحكي لك الساعات الفوترة. الان العطل الرسمية، لو ضغطت على كل واحدة كم عدد الاعياد العامة او الدينية او غيرها من العطلات تتوقع عدم العمل فيها. بدك تحط مثلا 3 ايام عيد اضحى، 3 ايام، 4 ايام، 7 يعني، وما بدك تشغل الجمعة. بدك تحسب في السنة كلها كم يوم ما بدك تشتغل، يعني خلينا نحط 50 يوم مثلا. الاسابيع القابلة للفوترة، هنا بيحكي لك كم عدد الاسابيع في السنة اللي تستعمل فيها. طبعا السنة 12 شهر، لازم تطلع الكالكوليتر. ال 12 شهر نضربهم في 4 أسابيع، عندنا 48 أسبوع. إحنا يعني بدنا نأجز لنا مثلا شهرين في السنة، بصير عندنا 10 شهور في 44 أسبوع، يعني الأسابيع القابلة للفوترة 40 أسبوع. هنا بيحكي لك الأيام، ولو ضغطت هنا كم يوما في الأسبوع تخطط للعمل. مثلا 5 أيام، بدي أخذ يومين عطلة. كم ساعة ستعمل في اليوم؟ مثلا 7 ساعات. كم يوم حتمرض؟ يعني المفترض انك تتوقع عدد الايام اللي حتمرضها. خلينا نحكي انه بالمعدل البني ادم الطبيعي بيمرض له 2-3 في السنة، كل مرة مثلا من 3 ايام لاسبوع. خلينا نفترض انك حتمرض ل 15 يوم لا سمح الله. يعني ايام الاجازة، كم يوم حابب تاخد اجازة كل عام؟ مثلا 30 يوم. طبعا الارقام كل شخص بيحطها حسب هو شو وضعه. تضغط على التالي، هنا تكاليف العمل السنوية، هنا بتضغط عليها كم تنفق على تسويق عملك المستقل. 0، يعني انت غالبا مش حتنفق اشي. ايجار المكتب، لو انت مثلا في البيت تحسب الكهرباء ومية، لو كل يوم نسكافيه بتعمل مثلا بدك تحسبه، فمثلا بدك 100 دولار. طبعا هنا بيحكي لك كم هي تكلفة ايجار مكتبك ان وجدت. اذا بتتأجر مكتب خارجي وبتشغل فيه، حط 100 دولار مثلا او 200 دولار. المحاسبة، كم تنفق على خدمات الحساب او الرسوم الادارية؟ 0، لانه انت بتعمل حساباتك لحالك. ما هي اجمالي نفقات السفر المحلية والدولية؟ انت غالبا ما بتسافر او بتسافر، اكتب الرقم. نضغط على التالي. الان التكاليف الادارية السنوية، هنا بيحكي لك كم تنفق على المعدات المكتبية والاجهزة الكمبيوتر والاثاث واللوازم، او لو عندك برامج مثلا واشتراكات كم تنفق على الاشتراكات تبعت البرامج، زي مثلا الفوتوشوب اذا انت مش مكركه، واشتراك الانترنت والامور هاي. مثلا نحكي 200 دولار. لادوات المكتب والكمبيوتر واللابتوب مثلا 2000 دولار. مجال الاتصالات، هنا بيحكي لك كم تنفق على الهاتف الخلوي او الانترنت او الفاكس، حط لك مثلا 50 دولار سعر اشتراك الانترنت. تأمين، هل انت بتدفع تأمين صحي؟ اذا بتدفع حط، وغالبا التأمين الصحي للشخص العادي تقريبا 30 دولار شهريا. فبنضغط على التالي. الان بيحكي لك شو بياناتك. طبعا اشي طبيعي يطلب البيانات، لانه الصفحة هاي الهدف منها ان هم يسوقوا لك شركة بايونير، فبتحط بيانات اي كلام. طبعا بعد ما تعبي بياناتك، اذا انت حاب تعمل حساب عندهم عبي بيانات صحيحة. هل لديك عملاء دوليون؟ نعم ولا لا؟ يعني اكتب نعم.
كم دخلك الشهري من العمل المستقل؟ أقل من 5000 دولار طبعا، لأنه هو الخيار الوحيد، أو لا تكسب الآن إذا أنت ما بتكسب أي شيء الآن. الآن بدك تحصل على عروض منهم، بتحط صح، مش حابب اضغط على لا، وضغط على كلمة احسب. زي ما شايفين يجب أن يكون الحد الأدنى المقدر لمعدل ساعتك 4.6 دولار لكل ساعة زي ما حضراتكم شايفين. طبعا أقل من هيك هذا معناه أنك تشتغل يعني أقل من رأس مالها زي ما بيحكوا في البيع والشراء. فمن خلال الموقع هذا بإمكانك تعبي البيانات، بس طبعا حاول أنا يعني عبيتها بصورة عشوائية، بس المفترض أنت تكون عندك ورقة وقلم وتعد. أنا مثلا بدي أخذ إجازة شهر، أنا بدي بدفع مثلا اشتراك كهرباء ومية 100 دولار، أنا متأجر مكتب 200 دولار. كله لازم تحط الأرقام دقيقة عشان يعطيك في النهاية سعر ساعتك بصورة دقيقة. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، شاركوا الفيديو لو استفدتوا واشتركوا في القناة، يعطيكم ألف عافية. الرابط أسفل الفيديو للي حابب يجرب، وبلغونا في التعليقات كم سعر الساعة طلع معاكم. يعطيكم العافية. كان معكم أشرف المدهون سوري كان معكم أشرف المدهون من فريق الهندسة التعليمية.